أم محمد من الأردن تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام، ارفعي صوتك يلا يا محمد. كيفك يا شيخ حسين؟ والله الحمد لله. والله يعني الحمد لله أني قدرت أوصل لك وحكيت معك. الله يسعدك. صار لي 6 شهور وأنا أحاول والله. يا مرحبا، نتشرف، الله يطول لي بعمرك. تفضلي. أول شيء شيخ حسين اللي عندك رجاء وسؤال اثنين. تفضلي. أول شيء عندنا والله يا شيخ حسين الموضوع بالبيت كثير، يعني صار من 6 شهور وأنا أستناك عشان الموضوع اللي عندنا بالبيت ما قدرت أوصل لك غير اليوم. 3 مرات أدخل على الخط وعندي حظي يخلص البرنامج. إن شاء الله. فعندنا موضوع كثير مهم يعني ما حد يحله غير رب العالمين وإنت. أنت بأي مدينة في الأردن؟ أنا المفرق. أوه نعم، يا مرحبا بأهل المفرق. إن شاء الله. يا هلا فيك، يا هلا فيك. فترجي يعني إنه بس يخلص البرنامج تحكي معي على طول لأنه يخص البيت. من عيوني يعني. إن شاء الله أختي أبشري. إن شاء الله. وعندي سؤال إنه أمي وده تروح حد. يا شيخ وسيم بس المبلغ يعني ما يكفي لها ولا المحرم يصير انها تروح يعني مع عصبة نساء لحالها يعني. اي جائز ان تذهب مع النساء، مع عصبة نساء في مذهب الامام الشافعي رحمه الله والشافعية وبعض الاحناف، فجائز ان تذهب معهم لا بأس. عصبة نساء ان كان حج الاسلام، فهذا اول حج لها صح؟ اول حج لها. حج لها وهي كبيرة في السن وتعذر وجود المحرم، فلا بأس أن تذهب بعصبة النساء لأن عدة أسباب. أولا الحج في الأردن صعب جدا أن تنال الحج. من زمان تقدم. أدري أدري أنا أعلم صعب جدا أن تنال يعني الحج. وثاني أمر، ثاني أمر وهو الأهم، أنها كبرت في سنها، فنالت هي تأشيرة الحج مع كبر السن، فلا نستطيع أن نقول لا تذهبي إلا عدم، لا اذهبي بعصبة النساء لا بأس. وأنا أقول لك شيء، هي بأي حملة بحملة أردنية أم سعودية؟ لا أردنية. إن شاء الله ما يقصرون، لا أهل الأردن معها ولا أهل السعودية. الناس في الحج، الناس في الحج ما يوجد كما يظن بعض الناس، واحد ذهب للحج يغازل وما أعرف إيه، لا الناس تعين بعضها في الحج في أكثر من أي موسم آخر، فخلها تتوكل على الله. وكل السعودية عيالها وكل الأردن عيالها، خلها تتوكل على الله. الله يخليك، الله يسلمك يا شيخ، بس أمانة بالله عليك إنه بس يخلص البرنامج تحكي. إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله. كنا بالبيت قاعدين نستناك. إن شاء الله، خذ رقمها.